آية وحكاية، آية وحكاية. كل خطرة نشوفوا آية ونشوفوا تاني حكاية، كل خطرة نشوفوا آية ونشوفوا تاني حكاية. آية تقوينا، حكاية تورينا، لربي معانا ديما، ربي 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 معانا ديما. آية وحكاية. بونجور لي زونفون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية وحكاية. اليوم غادي نشوفوا حكاية بطرس اللي كان يصلي بزاف لربي. بطرس كان يسافر من بلاصة لبلاصة باش يخبر الغاشي على يسوع المسيح. في واحد النهار تقابل بطرس مع واحد الراجل مريض في واحد المدينة سموها لدة. وهذا الراجل كان مريض عنده 8 سنين، وكان معاق وما يقدرش يتحرك من الفراش. قال له بطرس: الرب يسوع يشفيك، نوض ومشي، زعما واش صرا معاه. وتمتم ناض هذاك الراجل ومشى. وإلا راكم باين تعرفوا أكثر على بطرس اللي كان يصلي بزاف، خليكم معنا. اليوم عندنا حكاية جديدة، وهي حكاية حقيقية نلقاوها في الكتاب المقدس. هذه الحكاية تحكينا على بطرس وقوة الصلاة. كيما مداري عندنا الاكتيفيتي كل مرة، وهذه الاكتيفيتي عندها علاقة مع الحكاية اللي غادي نشوفوها مع بعض. دونك راكو واجدين باش نديرو الاكتيفيتي؟ واه. اليوم عندنا اكتيفيتي مليحة بزاف بزاف. كاين هادي، ها راهي الاكتيفيتي تاعنا في التالي غادي تكون عندنا لكل واحد تكون عنده كيما هادي. هنا مكتوب صلوا كل حين، نلقاوها في انجيل لوقا الاصحاح 21 والايه 36. ومكتوب هنا على واش حنا نصلوا. بار اكزومبل انا غادي نقرا لكم، كاين هنا اصلي من اجل بلدي، اصلي من اجل الحمايه، اصلي من اجل امي وابي، اصلي من اجل اصدقائي، اصلي من اجل اساتذتي، اصلي من اجل خلاص النفوس. دونك هادو جوست سي دي زيكزامبل. كاين بزاف صلوات حنا نصلها، بار اكزومبل كاين صلوات شكر، نشكروا ربي على الاشياء اللي يمدلها لنا كل يوم، صح ولا لا؟ صح. نقول له صحيت على الصحه اللي يمدنا، على الذكاء. دونك كل واحد فيكم غادي نعطيه ورقه، فوالا، وعندنا لي كريون هنا، عندنا لي كريون كل واحد. نحاولوا نرسموا قبل هذا الشكل، شوفوا بيان الشكل هذا، شفتوه؟ نحاولوا نرسموا في هذا الجزء من الورقه الفوق، نحاولوا منا نبداو هكا. دا كورسيفاكس هكي لا سمطر من الجنب هكا تبدا. راشل فهمتي كيفاش؟ ومن بعد نقصوها، ومن بعد نكتبوا هنا كاع الصلوات هذه ونلصقوها. داكور، هاري شوفوها بيا هنا، لازم تكون كبيره شويه. جيبيها كاع لهنا الورقه هذه، سي فاش كبرها كبرها، برافو هيك لا زيد كبرها، فوالا. إيه لازم تكبرها سي فاكس كبيرة كيما شفت راشل كي راهي دير، فوالا. معليش معليش قلب غير الورقة تاعك منا هاك، فوالا كيما هادي عند راشل شفتها، فوالا. برافو سي فاكس، زيد زيد كبرها كاع لهنا، فوالا تخي بيان. أكيلاس كملت، نعطيك المقص سي فاكس اوسي، حاولوا تقصوا غير بشويه باش ما تخسروهاش.
ربي وصانا في الكتاب المقدس وقالنا مليح نصلو كل حين كما راهي مكتوبه هنا، ومليح ثاني نامنوا باللي كي نصلو ربي يستجيب للصلوات تاعنا. داكور؟ خطر الصلاة عندها قوة بزاف بزاف. دونك صلاة كل حين المعنى تاعها حنا خاصنا نصلو كل حين في كل وقت كل مكان. داكور؟ ماشي برك صباح، نجمو نصلو عشية، نجمو نصلو في الليل كي نكونو فرحانين، كي نكونو تاني كي نحزنو باريكزومبل، كي نكونو مرض. دروك خاصنا نكتبو هاد الآية، صلوا كل حين، داكور؟ غادا نديروها هكا، وكاين هذا، وقاسك، صلوا كل حين، هنا، هراها يا كلاس باش ما تغلص، هراها، صلوا كل حين، سي فاك ساتون، قلبها قبل. صلوا كل حين مليح تكبروا شويه اكيلاس، نكتبوا قبل الايام بعد نكتبوا الصلوات داكور باش نكملوا منها. صلوا كل حين، كبر شويه الكتبه حين. ما تنسوش تعقلوا على الآية صلوا كل حين، لوقا 21 الآية 36. داكور؟ ونروحوا باش نسمعوا الحكاية تاعنا. بازي اليوم عندنا حكاية جديدة، هي حكاية حقيقية نلقاوها في الكتاب المقدس اكزاكتومون في أعمال الرسل من الإصحاح 9 حتى الإصحاح 12 9 10 11 12. يخبرنا الكتاب المقدس أن بطرس الرسول كان يسافر في البلاد، كان كل مرة يروح من مدينة لأخرى باش يخبر الغاشي على يسوع المسيح،
في واحد النهار في مدينة سموها لودة. عاودوا معايا. لودة. لودة، برافو. تلقى بطرس الرسول مع واحد الراجل كان مريض لمدة 8 سنين، كان مشلول، معنى تاعها معاق ولا باراليزي، ما ينجمش كاع يتحرك من الفراش تاعو. تصوروا معايا، راجل قاعد في الفراش تاعو لمدة 8 سنين ما يتحركش كاع. تعرفوا اش دار بطرس الرسول معاه ولا لا؟ لا. وي أكيلاس. صلى ليسوع المسيح. برافو أكيلاس. بطرس الرسول قالوا الرب يسوع يشفيك، نوض وامشي. والكتاب المقدس يخبرنا أنه هذاك المريض مشى تمتم، ما قعدش كاع، برا بالخف. وكاع الغاشي اللي كانوا ثم اللي شافوا واش دار بطرس الرسول حمدوا ربي وشكروه وتابوا الربي على خطر شافوا معجزة قدام عيونهم. في واحد المدينة سموها يافا، عاودوا معايا. يافا. كانوا الغاشي تاع يافا حزنانين على واحد المرأة سموها طبيثة على خاطر توفات. هاد المرأة مليحة بزاف بزاف، والأهل تاعها وجدوا كاع وحضروا واش لازم باش يدفنوها. أصحاب طبيثة سمعوا باللي بطرس الرسول كان في هذيك المدينة. تعرفوا شا داروا أصحاب طبيثة؟ لا. راحوا عند بطرس الرسول وخبروه بموت طبيثة. وبطرس كي سمع هاد الأخبار راح لدار المرأة اللي توفات اللي اسموها طبيثة، ودخل ديريكتومون البيت اللي كانت فيها. وكاع الغاشي اللي كانوا تما كانوا ينوحوا ويبكوا على موت طبيثة، حزنوا بزاف بزاف على الموت تاعها. وتخبرنا الكلمة المقدسة في أعمال الرسل الإصحاح 9 والآية 40. أعمال الرسل شحال؟ 9 آية 40. برافو. شا تقول هاد الآية؟ فأخرج بطرس الناس كلهم وسجد وصلى، ثم التفت إلى الجثة وقال طبيثة قومي، ففتحت عينيها. صلى بطرس للرب. الكتاب المقدس يقولنا أن طبيثة فتحت عينيها. وبطرس شقال وقالهم قاع ثم روحوا تشوفوا طبيثة راهي حية، الرب قومها. شفتوا يا أطفال، بطرس كي صلى على هذيك المرأة الميتة حياة، الرب يسوع قامها. دونك الصلاة عندها قوة بزاف بزاف. كي نصلوا لازم نثيقوا باللي رب يستجيب للصلاة تاعنا. أمين؟ أمين. وبطرس خبر قاع الغاشي اللي كانوا ثم والتلاميذ اللي كانوا معاه باللي هذيك المرأة قومها ربي من الموت. وتنشر ولا أذيع خبر قيامة طبيثة من الموت في مدينة يافا. وآمنوا بزاف الغاشي كي شافوا واش دار ربي مع هذيك المرأة اللي اسموها طبيثة، قومها ربي من الموت. أمين؟ أمين. وقعد بطرس في مدينة يافا بزاف بزاف وكان يصلي. بطرس كان يصلي. انتو ما تصلوا ولا ما تصلوش؟ بزاف ولا شوي؟ بزاف. بصح قطر بطرس الرسول معروف بالصلاة تاعه، على بها هاد الحكاية تقول بطرس الرسول وقوة الصلاة. وفي واحد نهار جاو ثلاثة رجال يحوسوا على بطرس، وهذا رجال خدام تاع واحد القائد روماني سموه كورنيليوس. كورنيليوس، مليح تعاودوا معايا الاسم، كورنيليوس. كان امين، هو كان يبغي ربي بزاف بزاف. انتما تبغوا ربي ولا لا؟ نبغوا. بصح ربي يبغيكم تاني بزاف بزاف. كورنيليوس ارسل الخدامة تاعه البطرس على خاطر ظهر له واحد الملاك وقال له استدعي بطرس اللي راه دروك عند واحد الراجل سموه سمعان الدباغ اللي دارو عند البحر، وهو اللي غادي يقول لك واش لازم تدير. وكان بطرس يصلي فوق السطح، ورسل له ربي واحد رؤيا وشاف واحد الملاءه ولا ملحفه كبيره بزاف هابطه على الارض، وكان فوقها بزاف الحيوانات والطيور. وبطرس عرف بلي هذيك الحيوانات ماهيش طاهرة، وسمع صوت يقول له
نوض يا بطرس اذبح وكل. وبطرس قال لربي كيفاش يا ربي نذبح وناكل وانا جامي كليت حاجة نجسة؟ على خاطر اليهود المدينين ما لازمش ياكلوا من الحيوانات النجسة. كي كمل كلامه قال له ربي اللي طهره ربي ما تنجسوش انت. بطرس ما فهمش قاع حد الرؤية، وكان هذا على 3 مرات وارتفعت الملحفة هذيك ولا الملاءة لسماء. كي كان يخمم فيها ربي قالوا بلي كاين 3 رجال يحوسوا عليك، انت لازم تروح. وصاه ربي باش يروح معاهم وين ما يروحوا. وكي خبروا الرجال 3 بطرس الرسول بلي ربي ولا ملاك ربي قال الكورنيليوس باش يبعثهم عنده ويخبروه بكاع هاد الشي، عرف بطرس باللي ربي هو اللي قادو لهذا الشي وهو معاه. ومن الغد بطرس الرسول راح مع اصحابه 6. شحال من اصحابه معاه؟ 6. وكي كان بطرس ماشي لدار كورنيليوس اللي هو ماشي يهودي بدا يفهم هذيك الرؤية يلي شافها، بدا يفهم باللي ربي يبغي كاع الغاشي. وربي يبغي ثاني حاجة مهمة بزاف لازم نعرفوها، يبغي كاع الغاشي يسمعوا ويعرفوا باللي يسوع المسيح هو مخلص العالم، ما كاش مخلص واحد آخر من غير يسوع. وكي وصلوا لدار كورنيليوس، كورنيليوس رحب بيهم وفرح بزاف بزاف. وكي شاف بطرس من البعيد راح وسجد وركع له. وبطرس قال له لا يا كورنيليوس أنا إنسان كيما أنت. وبعد قال بطرس الرسول لكاع الغاشي اللي كانوا ثم في دار كورنيليوس، قالهم أنتم تعرفوا باللي واحد يهودي ما لازمش يتعامل مع واحد أجنبي، بصح أنا قال لي ربي ما تقولش على حتى أي إنسان أنه دنس أو نجس، دونك ما كانش الفرق بين الأممي واليهودي عند ربي. وبدأ يقول كاع الأمميين اللي كانوا ثم على يسوع المسيح كيفاش يقدر يخلصهم من الخطايا تاعهم، كيفاش يقدر يسوع المسيح يغير حياتهم. وأكد لهم على حاجة مهمة أنه يسوع المسيح هو ابن الله. وخبرهم ثاني وقالهم أنه يسوع المسيح مات وقام في اليوم الثالث باش يخلصهم، مات وقام في اليوم الثالث من الموت باش يخلصهم قاع، دونك باش يخلص قاع العالم. وكي نقولوا رب يسوع يخلص قاع العالم المعنى تاعها انا وانتم ثاني وقاع مشاهدينا اللي راهم يشوفوا فينا درك، راكو فاهمين هاد الفكره؟ كي نقولوا مخلص العالم دونك انتم وانايا وقاع الغاشي، داكور؟ يخبرنا الكتاب المقدس أنه الغاشي قاع اللي كانوا ثم آمنوا بالرب يسوع المسيح، وبطرس عمد قاع المؤمنين الجدد بيسوع. أما المسيحيين اللي كانوا في أورشليم كي سمعوا واش صرا في دار كورنيليوس واش دار بطرس ما عجبهمش الحال. تعرفوا واش داروا؟ لا لا لا. وبخوا بطرس وقالوا له كيفاش أنت رجل يهودي وتروح عند ناس ماشي يهود كيما أنت؟ وبطرس خبرهم بحاجة مهمة، قالهم قاع بشي اللي صرا معاه، خبرهم باللي ملاك ربي هو اللي جاء عنده وفهمه، وظهرت له واحدة رؤية ظهرت مام القائد كورنيليوس. والمسيحيين ولا المؤمنين اللي كانوا في أورشليم كي سمعوا هاد الكلام من بطرس الرسول ما قالوا والو، بصح حمدوا ربي اللي فهم لهم وبين لهم من خلال الصلاة أن ربي يبغي قاع الغاشي وما يديرش الفرق. امين امين. الحكايه تاعنا صاي كملت، نتمنى عجبتكم الحكايه. واه عجبتكم؟ واه انا ثاني عجبتني بزاف بزاف، على خاطر ربي يبغينا كيما احنا، هنود قبائل اعرب ما كاش لا ديفيرونس بيناتنا. داكور؟ داكور. وانتم ثاني مشاهدينا ربي يبغيكم كيما انتم، كبار ولا صغار نساء ورجال ربي يبغيكم بزاف بزاف. نتمنى عجبتكم هذه الحكايه، نشوفكم في حلقه اخرى من برنامج آية وحكاية. الى اللقاء، باي.
حكايه مليحه، نتمنى تكون عجبتكم نتوما تاني. هاد الحكايه عجبتني انا تاني. وكاع الناس اللي كانوا حاضرين وشافوا المعجزه اللي دارها بطرس مع هذاك الراجل امنوا بيسوع المسيح وبداوا يسبحوا له. خبرنا الكتاب باللي واحدة المرأة المسيحية اللي سموها طبيثة ماتت في واحدة المدينة سموها يافا، وأهلها حضروا قاع وش لازم باش يدفنوها. أصحاب تاع طبيثة روح عند بطرس وحكاوا له على موتها، وكي سمع بطرس خبر طبيثة راح تمتم لدار المرأة الميتة. تقول الكلمة المقدسة في سفر أعمال الرسل الإصحاح 9 والآية 40: فأخرج بطرس الناس كلهم وسجد وصلى، ثم التفت إلى الجثة وقال: طبيثة قومي. ففتحت عينها. نحب نعود الآية مرة أخرى، سفر أعمال الرسل إصحاح 9 والآية 40: فأخرج بطرس الناس كلهم وسجد وصلى، ثم التفت إلى الجثة وقال: طبيثة قومي. ففتحت عينيها. حاولوا تحفظوا الآية نتوما تاني وما تنسوهاش داكور. يخبرنا الكتاب المقدس باللي بطرس مد يده لطبيثة وعاونها باش تقوم. نادى بطرس على المسيحيين وقالهم: ها هي طبيثة حية. وتنشر خبر قيامة طبيثة من الموت في قاع يافا، وبزاف تاع الغاشي أمنوا بيسوع كي سمعوا واش دار ربي مع طبيثة. وقعد بطرس في يافا مدة طويلة وكان يصلي بزاف. نتمنى تكونوا انتم تاني تصلوا كيما كيفه. في واحد النهار جاءوا ترت رجال كانوا يحوشوا على بطرس. هاد التلت رجال كانوا خدامة تاع واحد القائد الروماني اللي سموه كرنيليوس. وهاد القائد الروماني اللي سموه كرنيليوس كان يبغي ربي بزاف بزاف. وظهر ملاك في رؤية الكرنيليوس وقال له: بطرس غادي يقول لك واش لازم تدير. وبطرس تاني كي كان يصلي وراه ربي رؤية بصح ما فهمش مش معناتها. كي كان يخمم في الرؤية قال له ربي باللي كان تلت رجال هم يحوسوا عليه، وقال له تبعهم وين ما راحوا. خبروا رجال ثلاثة بطرس باللي ملاك تاع ربي أمر كرنيليوس باش يجيب بطرس عنده. بعد عرف بطرس باللي ربي كان معاه، ومن الغد راح بطرس مع الست أصحابه لدار كرنيليوس. وكي كان بطرس رايح لدار كرنيليوس فهم الرؤية وعرف باللي ربي يبغي كاع الغاشي يأمنوا به. وكي وصل بطرس لدار كرنيليوس كان فرحان به واستقبله بيان. قال بطرس للغاشي اللي كانوا في دار كرنيليوس: اليهود ما لازمش يتعاملوا مع الأجانب. بصح ربي قال لي ما تقولش على حتى واحد باللي هو النجس أو دنس. خبر بطرس الغاشي اللي ماشي يهود باللي يسوع هو ابن الله وهو مات على الصليب وقام في اليوم الثالث باش يخلص العالم. وحل روح ربي على هادوك الغاشي وبداوا يسبحوا ربي، وعمد بطرس قاع المؤمنين الجدد بيسوع. واش رايكم في حكاية اليوم يا أطفال؟ نتمنى تكون عجبتكم انتوما تاني. لازم تعرفوا يا أطفال باللي الصلاة مهمة بزاف في حياتنا. أكيد ربي يفرح بزاف كي نحمدوه ونطلبوا منه الغفران. دروك نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج آية وحكاية. إلى اللقاء. باي باي.